الرئيس السيسي يبحث مع المستشار الألماني شولتز الوضع في قطاع غزة وجهود وقف توسع نطاق الصراع بالمنطقة. واشنطن تقول إن محادثات التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحماس بناءة وواعدة، ولكنها تحتاج لمزيد من العمل. ووزير الدفاع الأمريكي يقول إن واشنطن ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن قواتها في منطقة الشرق الأوسط. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش. وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان الاتصال قد تناول مجمل الاوضاع في الشرق الاوسط وخطوره توسع دائره الصراع الجاري، حيث تم استعراض الجهود المصريه والاقليميه والدوليه الراميه للتوصل الى وقف لاطلاق النار في قطاع غزه وتبادل المحتجزين وانفاذ المساعدات الاغاثيه الى القطاع بكميات كبيره وفي اسرع وقت. وأضاف متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول الدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في تقديم الدعم والإغاثة لأهل القطاع، لا سيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي تم التأكيد على أهمية مواصلة تمويلها لتتمكن من أداء دورها الإنساني. وخلال الاتصال رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الذي يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة في الدفع نحو التهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. من جانبه تقدم غوتيريش بالشكر لمصر على دورها الجوهري في العمل على التهدئة وتقديم الدعم الإنساني لأهل غزة، مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك مع الرئيس السيسي في سبيل استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة استمرار التصعيد العسكري بالمنطقة بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية. وخلال اتصال مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جدد الرئيس السيسي إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيرا إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق والعمل والحرص الدائم على أمنه واستقراره. بدوره ثمن العاهل الأردني دعم مصر في ضوء علاقة الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين الشقيقين. هذا وأكد الجانبان ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبار ذلك هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين، مشيرين إلى أهمية الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وذلك للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من المستشار الألماني أولاف تشولتز، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين وجهود توفير الحماية للمدنيين في القطاع. كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره، بما سيكون له من العواقب الوخيمة على منطقة الشرق الأوسط وأيضا على السلم والأمن الدوليين. هذا وأشاد المستشار الألماني بدوء مصر البناء في المنطقة. اتفق الجانبان حول أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.
قال البيت الأبيض إن المحادثات الرامية إلى إطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى حركة حماس في غزة بناءة وواعدة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لشبكة CNN، قال إن هناك إطارا لاتفاق بشأن الرهائن من شأنه أن يحدث فرقا فيما يتعلق بإخراج المزيد من المحتجزين وإيصال المزيد من المساعدات وخفض العنف. هذا ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تسهيل إطلاق سراح أكثر من 100 ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، وذلك منذ 7 أكتوبر. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين قولهم إن المسؤولين الأمريكيين بدأوا بالفعل في زيادة الضغط على حركة حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين. وأضافت الصحيفة أن مخاوف إدارة بايدن من التصعيد في المنطقة زادت أخيرا وأدت لتجديد جهود إعادة حماس وإسرائيل للتفاوض. استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بمقر وزارة الخارجية. يأتي اجتماع بلينكن مع نظيره القطري في الوقت الذي ترى فيه الولايات المتحدة علامات على التقدم في صفقة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وإيقاف مؤقت للحرب بين إسرائيل وحماس. هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ارفع عنا يا رب. اظافرنا ان شاء الله غير نطلعهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. في اليوم 15 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل بحير رمال تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26422 شهيدا و65087 مصابا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 14 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 215 شهيدة و300 مصاب خلال 24 ساعة. أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 4 أشهر الماضية تفوق تلك التي استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا، وذلك على مدى 2 عامين. كما أشار المرصد إلى أن التقديرات تشير إلى أن كمية القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة تفوق تلك المستخدمة خلال الحرب العالمية الثانية. تراجعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن ترديد ونشر أكاذيب إسرائيل بوجود تهريب للأسلحة إلى داخل قطاع غزة
عبر الحدود المصرية. وكشف تقرير حديث للصحيفة أن قدرا كبيرا من الأسلحة التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية يأتي من قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفقا لما أكده مسؤول الجيش والاستخبارات في إسرائيل. كما أشارت التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية إلى أن الفصائل الفلسطينية قد استطاعت تصنيع صواريخها والأسلحة المضادة للدبابات من 1000 الذخائر التي لم تنفجر عندما ألقتها إسرائيل على غزة على مدار 17 عاما الماضية. أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستراجع ما إذا كان يمكنها الاستمرار في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في ضوء المزاعم عن تورط موظفين فيها في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها ستتخذ قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء المزاعم الخطيرة للغاية على حد وصفها. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يريد تعيين خبراء مستقلين لإجراء مراجعة وكالة الأونروا، وذلك لضمان عدم تورط موظفي الوكالة في أي أنشطة إرهابية. وقال إريك مامر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، قال إن المفوضية لا تملك حاليا أي تمويل للأونروا حتى فبراير 2024. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل عممت ملفا استخباراتيا يقول إن بعض موظفي وكالة أونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر الماضي في غزة، ووصف الوكالة بأنها مخترقة من قبل حماس. وقال نتنياهو إن هناك 13 من العاملين في أونروا شاركوا فعليا بشكل مباشر أو غير مباشر في هجوم 7 أكتوبر، مضيفا أن في مدارس أونروا يدرسون تعليم إبادة إسرائيل على حد قوله. على طريق النزوح اجتمعت عليهم الهموم والأحزان والخوف، تاركين وراءهم بيوتا مدمرة وشهداء تحت الأنقاض، وأمامهم مستقبل مجهول زاده صعوبة قرار عدد من الدول ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. بقلق بالغ قابل النازحون من قطاع غزة إعلانات وقف تمويل الوكالة الأممية بعد مزاعم قوات الاحتلال الإسرائيلية بأن عددا من موظفيها البالغ عددهم 13,000 موظف في غزة كانوا متورطين في أحداث 7 أكتوبر. وقال سكان غزة الذين يعيشون في مخيمات بديلة بالقرب من خان يونس إن وقف التمويل كان بمثابة كارثة على الفلسطينيين. الأونروا شريان الحياة عنها، الأونروا هي طب مين بده يطعمينا، مين بده يشربنا بعد الحرب وما بعد يعني. والله يكون معي للناس، ايش بدي اقول لك؟ احنا كشعب فلسطيني شو ذنبنا؟ ارضنا احتلت، حرب، دمار، ما لناش بيوت، عايشين لاجئين، حروب كثيرة مرت علينا، وهذه الحرب الأسوأ اللي بتمر يعني يمكن ما عاد لنا حتى أي أمل بالحياة. ومنذ 7 أكتوبر أصبح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أكثر اعتمادا على المساعدات التي تقدمها الأونروا، بما في ذلك حوالي 1 مليون شخص فروا من القصف الإسرائيلي ولجأوا إلى منشآتها. إحنا نزحنا للمرة الثانية من غزة وما وجدنا هذه المساعدات بتوصل لإلنا، ما وجدنا إنه الدول الأوروبية ساعدتنا. أنا كإيش ذنبي كطفلة فلسطينية إنه ما أطلق هذه المساعدات؟ إيش ذنبي أعيش في هذا الرعب، في هذه الخيام اللي إحنا مش عارفين لا ناكل ولا نشرب، قاعدين من جوع؟ ولطالما انتقدت إسرائيل دور الأونروا وزعمت أنها دعمت حركات المقاومة الفلسطينية لسنوات، وهو ادعاء تنفيه الوكالة. وتزايد التوتر في الأيام الأخيرة بين إسرائيل والوكالة الأممية بعد قصف مدفعي استهدف ملجأ تابعا للأمم المتحدة في خان يونس جنوب القطاع وأدى إلى مقتل 13 شخصا.
كانت دول رئيسية مانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد أعلنت تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل لموظفي في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في أحداث 7 من أكتوبر. وقالت إسرائيل التي تأمل في منع جميع أنشطة الوكالة إنها تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة التي تلي الحرب. شارك الآلاف في العاصمة البلغارية صوفيا في تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي مطالبين بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار وإدخال المساعدات. تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأمريكية، معبرا عن غضبه وأسفه لتنفيذ مسلحين لهجوم بطائرة مسيرة أمس قد أسفر بالفعل عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين. وقال أوستن في مقر وزارة الدفاع البنتاغون إن واشنطن لن تتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية وستتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وعن قواتها. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتمع بفريقه للأمن القومي لبحث تطورات الهجوم على القوات الأمريكية في شمال شرق الأردن. في وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تريد حربا أوسع نطاقا مع إيران ولا في المنطقة. وأضاف البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن طائرة مسيرة واحدة هي التي استهدفت جنودا أمريكيين في الأردن مطلع الأسبوع الجاري. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاتهامات الأمريكية لطهران بالوقوف وراء الهجوم بطائرة مسيرة والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة العشرات شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية. وأكد كنعاني أن إيران لا تسعى إلى التوتر حتى مع الولايات المتحدة سواء داخل المنطقة أو خارجها، حيث تؤمن طهران بالحلول السياسية للنزاعات الدولية والإقليمية وذلك على حد قوله. أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن قلقه إزاء التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وحث إيران على السعي لتهدئة التوتر في المنطقة بعد هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية. وأكد سوناك أن بريطانيا تدين وبشدة هجمات الطائرات المسيرة التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن جماعات مدعومة من إيران نفذتها. وقال سوناك إن بلاده تشعر بقلق
وسنحث إيران على السعي لتهدئة التوتر في المنطقة. استنكرت الحكومة العراقية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، ووصفته بأنه جزء من تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي، وحثت على إنهاء دوامة العنف. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان، قال إن الحكومة العراقية تستنكر التصعيد المستمر، خصوصا الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السورية الأردنية، كما تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة. أعلن مصدر عسكري سوري مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا عدة جنوب العاصمة دمشق. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا جوا من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة عددا من النقاط جنوب دمشق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إضافة إلى بعض الخسائر المادية. أرسلت دنمارك فرقات إلى البحر الأحمر للمشاركة في تحالف حارس الازدهار الذي تقوده الولايات المتحدة ضد هجمات قوات الحوثي. وبدأ التحالف عملياته العسكرية ضد قوات الحوثي في اليمن في 12 يناير الجاري، ردا على إطلاق قوات الحوثي موجات من الهجمات بطائرات مسيرة ملغومة وصواريخ على سفن تجارية وقطع بحرية مرتبطة بإسرائيل منذ 19 نوفمبر الماضي، تنديدا بالعدوان على قطاع غزة. نشرة التاسعة الإخبارية مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. المزارعون الفرنسيون يواصلون الاحتجاجات على سياسات الحكومة. ذكرت وكالة أسوسييتد بريس أن أكثر من 50 شخصا قتلوا في هجوم على منطقة أبيي المتنازع عليها في الحدود بين السودان وجنوب السودان. وأضافت الوكالة أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونسيفا أكدت مقتل جندي غني من قوات حفظ السلام في الهجوم. يذكر أن أبيي هي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. وأنشأ مجلس الأمن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حيث تقوم بمراقبة التوترات على طول الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وعمال الإغاثة. أكد المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي أكد أن ليبيا ملك للجميع وأنه لا يجوز أن تكون رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد. جاء ذلك خلال لقاء باتيلي أكثر من 20 ممثلا عن الجهات الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي، حيث أكد أن شعب ليبيا يستحق حياة أفضل، داعيا إياهم على أداء واجبهم في إحلال السلام والاستقرار وإعادة بناء البلاد. من جانبهم طلب ممثل الجهات الأمنية والعسكرية في الغرب الليبي بعملية سياسية أكثر شمولة من شأنها أن تؤدي إلى حلول مستدامة للأزمة في البلاد. أدى نائب أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء محمد صباح السالم الصباح ووزراء الحكومة أدوا اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الكويتية الخاصة لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة. وصدر في 4 يناير الحالي أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم كرئيس لمجلس الوزراء، بينما صدر في 17 من الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيرا، بينما صدر في 24 يناير الجاري مرسوم أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم كنائب لأمير الكويت. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قتلت 8 جندي أوكراني خلال 24 ساعة الماضية، وحصنت مواقعها على محور كوبيانسك. من جانبه أكد سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 8 مسيرات متفجرة وصاروخي إسكندر و3 صواريخ من طراز S-300 ليلة، وأنه تمكن من إسقاط 4 مسيرات.
في تطور جديد للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قتلت 800 جندي أوكراني خلال 24 ساعة، وحسنت مواقعها على محور كوبيانسك، وكشفت عن تجهيز قواتها بدفعة جديدة من المسيرات متعددة الاستخدامات. يأتي ذلك في حين تحدثت كييف عن هجوم ليلي جديد بصواريخ ومسيرات روسية استهدفت بنية تحتية حيوية، حيث شنت موسكو هجوما ليليا جديدا بمسيرات وصواريخ على 4 مناطق أوكرانية، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص على ما أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية. وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 8 مسيرات متفجرة من طراز شاهد وصاروخي إسكندر و3 صواريخ من طراز S-300 ليلا، وإنه تمكن من إسقاط 4 مسيرات. وأضاف هوجمت عدة مواقع مدنية ومنشآت حيوية في بولتافا ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبرو بتروفيسك من دون أن يحدد حجم الأضرار التي تم تسجيلها. وأشارت النيابة العامة لمنطقة دونيتسك من جهتها إلى أن صاروخا سقط على منطقة سكنية في مدينة ميرنوغراد ليلا متسببا بوقوع إصابات. وتقصف روسيا كل ليلة تقريبا مدنا في أوكرانيا، مؤكدة أنها تستهدف فقط منشآت عسكرية. وردا على ذلك، تستهدف أوكرانيا بانتظام مدنا قرب الحدود، خصوصا مدينة بلغرود، بالإضافة إلى مواقع صناعية وعسكرية في الأراضي الروسية. لمواجهة هذه الهجمات تعتمد السلطات الأوكرانية إلى حد كبير على الأسلحة والذخيرة التي تقدمها الدول الغربية، غير أن الدعم الأمريكي أصبح ضعيفا بسبب خلافات سياسية داخلية، فيما توقف دعم الاتحاد الأوروبي بسبب عرقلة المجر. سجلت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا كمرشح لانتخابات الرئاسة التي ستعقد مارس المقبل، وأمام المرشحين المحتملين مهلة حتى الأربعاء المقبل لجمع العدد المطلوب من توقيعات المؤيدين لدعم ترشحهم وحملاتهم الانتخابية. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أشرف على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة في أحدث خطوة مثيرة للتوتر من جانب الدولة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية رسمية بأن صاروخين حلقا في السماء فوق بحر الشرق قبل أن يضرب الجزيرة المستهدفة. وسرعت بيونغ يانغ اختبارات الأسلحة في العام الماضي، بما في ذلك ما أسمته نظام الأسلحة النووية تحت الماء. توترات مستمرة وأوضاع مشتعلة تشهدها شبه الجزيرة الكورية في ظل اختبارات صاروخية كورية شمالية مستمرة ومناورات لجاراتها الجنوبية. ففي أحدث تطور على الساحة، أشرف الزعيم الكوري الشمالي على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة في أحدث خطوة مثيرة في المنطقة المتوترة بالفعل. وكالة الأنباء الكورية الشمالية الروسية ذكرت أن الصاروخين من طراز بولهوسال 331 حلقا في السماء فوق بحر الشرق ليضرب الجزيرة المستهدفة، لافتة إلى أن كيم وجه عملية الإطلاق بنفسه. وأضافت الوكالة أن اختبار الغواصة لم يكن له أي تأثير على أمن دولة مجاورة ولا علاقة له بالوضع الإقليمي، مشيرة إلى أن كيم أعرب عن ارتياحه الكبير لعملية الإطلاق. ويعتبر صاروخ بولهوسال 331 جيلا جديدا من صواريخ كروز الاستراتيجية التي قالت بيونغ يانغ إنها اختبرتها للمرة الأولى الأربعاء الماضي، حيث أطلقت صواريخ عدة منها باتجاه البحر الأصفر. بيونغ يانغ سرعت اختبارات الأسلحة في العام الجديد، بما في ذلك ما أسمته نظام الأسلحة النووية تحت الماء، إضافة إلى صاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب. وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن الأحد أنه رصد إطلاق صواريخ كروز قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو في كوريا الشمالية. هي إذن اختبارات صاروخية مستمرة وتوترات لا تهدأ في منطقة تعيش على صفيح ساخن منذ وقت طويل وسط ترقب دولي لما سيؤول إليه الوضع.
قالت باكستان وإيران إن كلا منهما تحترم سيادة وسلامة أراضي الأخرى، وإنهما عازمتان على توسيع نطاق التعاون الأمني وتكثيف الجهود لإصلاح العلاقات بعد تبادل ضربات صاروخية هذا الشهر على ما قالت إنها أهداف المسلحين. وقال وزير الخارجية في الحكومة الباكستانية المؤقتة جليل عباس جيلاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان إن الجارتين لديهما قنوات اتصال قوية، وأضاف أنه كان هناك تواصل عبر تلك القنوات وتم حل أوجه سوء التفاهم بسرعة كبيرة. أغلق المزارعون الطرق السريعة في أنحاء فرنسا، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة لبذل المزيد من الجهد لمساعدتهم على التغلب على التضخم والتنافس مع الواردات الرخيصة. وفي لونغ فيليه جنوب غرب باريس أغلقت الجرارات الطريق السريع باتجاه العاصمة وإليها مع تحويل حركة المرور إلى طرق أصغر. وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف. كما أحال المجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس، ذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمواصلة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. في بداية الجلسة أحال رئيس مجلس النواب ثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. كذلك أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، وذلك في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية، إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. كما تم إحالة 17 تقريرا من لجان المجلس إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد بها من توصيات. وخلال الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف. يأتي مشروع هذا القانون استكمالا لجهود الدولة المصرية في رعاية أبنائها القادرون باختلاف، حيث حرصت الدولة المصرية على كفالة حقوقهم بتمثيل مناسب في البرلمان المصري وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وتحسين أحوالهم المعيشية وتطبيق جود الإتاحة لهم في الخدمات والمرافق الحكومية. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية. بيهدف هذا المشروع إلى إضافة وسام جديد لهذه الأوسمة باسم وسام البناء العظيم، يمنح لما قدم جهود مخلصة وأعمال في صالح يعني أعمال التنمية وأعمال البناء وما تم إنجازه من مشروعات قومية في التوقيت
أو زمن محدد. وشهدت الجلسة الموافقة على 3 تقارير، الأول منها كان بشأن مسودة اتفاقية منحة لتطوير ساعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية، والموافقة على تقرير بشأن اكتتاب مصر في التجديد 16 لموارد صندوق التنمية الأفريقي، والموافقة على تقرير بشأن خطابات تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع. وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف يسهم وبقوة في تفعيل التشريع على أرض الواقع، ومن ثم حصول ذوي القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة والمنصوص عليها سواء في الدستور أو القوانين الخاصة بهم. التعديل اللي احنا كنا بنعدله هي عبارة عن مادتين، مادة بنحدد أن يكون للصندوق مدير تنفيذي، وحددنا مواصفاته، وده بيتم يعني تعيينه وإعفائه عن طريق رئيس مجلس الوزراء اللي هو رئيس مجلس إدارة الصندوق. ثم في المادة اللي بعد كده حطينا ما هي اختصاصات المدير التنفيذي. المدير التنفيذي هو المعني بإدارة العملية اليومية للصندوق، تنمية موارد الصندوق، المشاركة في وضع الاستراتيجيات الصندوق. هل القانون ده بيعطي ثماره أو لا؟ دايما يعني خلينا متفقين ان كل النصوص التشريعية لازم ليها من ادوات تنفيذية على الارض علشان تكون فعالة وبناءة، ويمكن هو ده اللي تم النهاردة في التعديلات المقترحة من السيد يعني رئيس مجلس الوزراء، ان يكون له قرار بتعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف علشان نقدر ان احنا فعلا نحتك باهلنا من ذوي الاعاقة ونقدر ندعمهم بشكل اكبر تأثيرا وبشكل حقيقي اكتر. الصندوق كان لابد من وجود مدير تنفيذي لهذا الصندوق عشان يقدر يسهل ويصير كل المشاكل اللي موجودة في الصندوق لخدمة الإخوة ذوي الإعاقة. الصندوق ده كان مدعم بمليار جنيه، المليار جنيه دي كانت من جهات مختلفة. طالبنا النهاردة، أنا في كلمتي اللي قلتها في الجلسة، طالبت إن احنا نخصص جزء من المليار جنيه لحل مشاكل كتيرة، وإن يكون في تعاون بين صندوق قادرون باختلاف والحكومة عشان نقدر مثلا أول مشاكل اللي بتقابل الإخوة ذوي الإعاقة عدم تفعيل 5%. على مدير الصندوق التنفيذي اللي هو هيراجع أو يضع خطة بالفعل، خطة دعم لكافة المجالات المتطلبات اللي هم يطالبها اللي هم إخواتنا أو أبنائنا العاملين بالاختلاف. طرحنا بوجود وزير القوى العاملة اليوم العديد من التساؤلات، ليه لم يفعل الدستور أو القانون الخاص بال5%؟ استقبل وزير الداخلية محمود توفيق القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصري مع رجال الشرطة تجسد أحد فصول مسيرة النضال التي ستظل على مر العصور شاهدة على الصمود والعطاء من أجل سيادة الوطن ورفعته. تلك المسيرة التي تتواصل في مواجهة مخططات الشر والإرهاب والجريمة بجهود متفانية وتضحيات غالية. من جانبه أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية أن قواتنا المسلحة الباسلة مهد البطولات كانت وستظل رمزا لكبرياء الوطن وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين، مشيرا إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم المقدس
يشاركون أشقاءهم في القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن أمانه واستقراره، ويعملون كفريق متكامل يجمعه هدف واحد، يقدمون نموذجا يحتذى به في الترابط والالتزام والانضباط، يبذلون أرواحهم ودماءهم فداء لوطنهم والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه. وفي نهاية اللقاء أهدى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة، كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة، وكذا رئيس أركان حرب القوات المسلحة. هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفني للمركبات في القوات المسلحة. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تفصيلي من اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات، والذي تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات وأوجه التعاون مع الإدارات التخصصية، كما تفقد عددا من خطوط الإنتاج للمراكز التخصصية داخل المجمع. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة المركبات، مثنيا على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة. ويعد مجمع الصناعات الهندسية من أهم الصروح التي حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وإمكاناتها القتالية والفنية، وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر في مجال الدعم الفني بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها. انطلقت فعاليات مبادرة مراكب النجاة في محافظة الدقهلية لمعالجة أسباب الهجرة غير القانونية، واستقبل محافظ الدقهلية أيمن مختار وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي، حيث ثمن المحافظ دور الوزارة فيما تقدمه لعلاج أسباب الهجرة غير القانونية وتوفير البدائل الآمنة بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. احنا عندنا كذا محور بنشتغل عليهم مع وزارة الهجرة ومع المحافظة ومع بعض منظمات المجتمع المدني، زي جهاز مثلا المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. عندنا بنعمل حملات، بندرب الأول أعضاء المجلس وبندرب الرائدات، وبعد كده بنبدأ نعمل حملات ترقى أبواب. بنحاول نغير الوعي، بنحاول ان احنا نغير اتجاهات الشباب عن طريق ان احنا بنعرفه المعرفة الصحيحة. بدأت مع جهاز تنمية المشروعات سنة 98 بتقريبا قرض 30,000 جنيه بطاقة انتاجية كانت 10 دسات في اليوم. النهاردة احنا في 2024، اخر قرض اخده تقريبا حوالي 500,000 جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. الطاقة الانتاجية بتاعت النهاردة تتخطى من 300 ل 350 دستة في اليوم. جهاز تنمية المشروعات من وجهة نظري الشخصية من أفضل جهاز في جمهورية مصر العربية. قدمت للصندوق من تقريبا من 6 سنين، قدموا لي الدعم وساعدوني ان انا استخرج كل المستندات من السجل التجاري، البطاقة الضريبية، التراخيص، التأمينات، وقفوا جنبي لحد ما وقفت على رجليا. كنت بادئة بمكانتين بس، دلوقتي الحمد لله بفضل الله بقينا عندنا خط انتاج كامل اكتر من 12 عاملة، بقى عندنا ستاف كامل. بقدم ورقة دلوقتي علشان احصل على تمويل كمان.
أما الآن أخبار المال والأعمال. أخبار المال والأعمال تنضم إلينا فيها الزميلة سارة نجيب برأيك. شكرا رجائي وحكمة. مشاهدينا هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 189 الصادر بتاريخ 1 يونيو من عام 2023. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع رئيسة شركة إيناب سيبترول التشيلية أنشطة الشركة في مصر في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية. وخلال اللقاء أكد الملا أن الأولوية الأهم لقطاع البترول هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي ومشروعات القيمة المضافة، مشيرا إلى تمتع مصر بفرص استثمارية واعدة في مجال البترول والغاز وبنية تحتية قوية. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات بلغت 7 مليارات و200 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.70 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 29,227 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6,795 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 97% ليغلق عند مستوى 9,636 نقطة. ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما أدى لمخاوف تتعلق بتعطل الإمدادات، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا مسجلة 83 دولارا و67 سنتا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا لتسجل 78 دولارا و22 سنتا. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في إفريقيا ستبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5.5 مليار يورو. جاءت تصريحات ميلوني في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء من أنحاء إفريقيا، حيث من المقرر أن يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم. Per svelare il bluff di Hamas che non ha alcun interesse per la causa palestinese e lavorare seriamente sulla soluzione strutturale del problema palestinese, e questo è, diciamo, quello che io sto portando chiaramente nei vari organismi. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى رجائي وحكمة. شكرا جزيلا سارة. تواصلت فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولية للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، تقام فعاليتها حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب.
داخل هذه القاعة نجح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 في احتضان عقول مصر المستنيرة من مختلف المجالات من خلال تقديم كتب وروايات جاءت لتشع بثقافتها نورا على الزائرين. المعرض يعتبر بالنسبة لنا زي العيد كده، لأن هو المرسم الثقافي اللي بيجتمع فيه كل الكتاب بالناشرين بالقراء عشان خاطر يشوفوا ايه الاعمال اللي نزلت في الدوره الجديده اللي هي دوره 55. فلا المعرض بالنسبه لنا هو بالظبط كانه عيد، وفي زحام ومنافسه يعني، بس هي بصراحه مفيده لينا ان كل واحد فينا بيحاول يبدع ويظهر يعني اجمل ما عنده من ابداع، بحيث ان هو برده يظهر على الساحه، لان ما شاء الله السنه دي العدد بقى في الكتاب في ازدياد، والقراء نفس الكلام. بحاول طبعا اقدم محتوى يكون محتوى رائع ويكون محتوى ثقافي ويضيف حاجه جديده، وطبعا بهتم قوي قوي يعني بان ما يكونش فيه لا خطا لغوي ولا نحوي في الاعمال بتاعتي. مبادره عينيك رايقه خدمه اجتماعيه قامت بها احدى الهيئات للكشف الطبي على الزائرين، والتي تاتي ضمن الخدمات التي يقوم بها المعرض وبالمجان. جايين بمبادره عاملها شباب الاطباء للكشف المجاني على امراض العيون عموما، وبالخصوص للتوعية ضد مرض جفاف العين اللي هو أصبح مرض العصر نتيجة وجود الشاشات في حياتنا ديلي. وطبعا احنا جايين نعمل حملة توعية بحيث نحن نعرف الناس بأسباب الجفاف وطرق علاجها. أسر مصرية وشباب وحضور من مختلف الفئات العمرية حرصوا على التواجد داخل أروقة المعرض لشراء ما يناسبهم من الكتب المتنوعة. بحب أرى كتب روايات كتير، باجي كل سنة المعرض، بحب اشتري كتب الخيال العلمي وكده، بحبها جدا. يقام المعرض هذا العام على مساحة 80,000 متر مربع ويضم 5 صالات للعرض، ويشارك فيه أكثر من 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد العارضين أكثر من 5000 عارضا هذا العام. يأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده من كل عام ليؤكد دائما أن مصر كما كانت بلد الحضارة والتاريخ هي أيضا بلد الثقافة والعلم والمعرفة. من معرض القاهرة الدولي للكتاب، محمد الخطيب، التلفزيون المصري. وقفتنا التالية مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية نتعرف فيها عن أخبار الكرة والملاعب مرة ثانية، والزميلة سارة نجيب. إليك سارة. شكرا حكمة، شكرا رجائي. مشاهدينا هذه وقفتنا الرياضية للتاسع. يلتقي المنتخب السنغالي بعد قليل مع نظيره الإيفواري في دور 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار. وكان منتخب السنغال قد تأهل إلى ثمن النهائي بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور 16 بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط. تأهل منتخب كابو فيردي إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على نظيره الموريتاني بهدف نظيف، هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ريان مينديز في الدقيقة 88 من ركلة جزاء. تأهل المنتخب الأردني إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأسيوية بعد فوزه على نظيره العراقي ب3 أهداف مقابل هدفين في دور 16 من المسابقة المقامة في قطر. كما صعد المنتخب القطري إلى دور 8 عقب تغلبه على نظيره الفلسطيني ب2 مقابل هدف. أعلن نادي طنطا انتقال لاعبه محمد عاطف إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويلعب محمد عاطف صاحب 23 عاما في مركز الوسط المهاجم. نهاية جولتنا الرياضية، والآن عودة إلى رجائي وحكمة من جديد. شكرا لك سارة نجيب. حرمت طالبة الطب الفلسطينية أسيل أبو هداف من حلمها في التخرج من كلية الطب في غزة هذا العام بعد أن تحول منزلها وجامعتها إلى ركام جراء
الغارات الجوية الإسرائيلية. كانت أسيل تدرس في السنة الأخيرة بكلية الطب في جامعة الأزهر بغزة وتستعد للتخرج في وقت لاحق هذا العام وبدء العمل كمتدربة لتحصل على لقب طبيبة، وكانت تأمل في نهاية التدريب أن تصبح جراحة. أما الآن أخبار الأرصاد الجوية والطقس. نعم، أخبار الطقس تنضم إلينا فيها مجددا سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 16-10، الإسكندرية 15-11، مطروح 14-11، بورسعيد 16-9، والإسماعيلية 16-10. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 16-9، العريش 17-8، طابة 16-8، شرم الشيخ 20-12، والغردقة 20-12. نذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 19 والصغرى 8، أسوان 20-8، الوادي الجديد 19-4، شلاتين 23-15، وأخيرا حلايب 21-16. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا أترككم مع لقطة واحدة هي الأبرز لهذا اليوم.
بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع المستشار الألماني شولتس الوضع في قطاع غزة وجهود وقف توسع نطاق الصراع بالمنطقة. واشنطن تقول إن محادثات التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحماس بناءة وواعدة، لكنها تحتاج لمزيد من العمل. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن واشنطن ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن قواتها في الشرق الأوسط. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة مستمر. ويوسف الحسيني، ازيك يا حكمة؟ ازيك يا رجائي؟ فخور بيكم قوي يا جماعة. شكرك. شكرا ليه؟ يعني لازم أعلن على الهواء مباشرة، فخور بيكم. كل المناقشة اللي كانت حاصلة ما بيننا وإحنا كلها على الأكل يعني، فعندي الجو ده عايز كده يا يوسف. الجو ده الجو عايز مأكولات مصرية أصيلة. زي بس إيه؟ الموضوع على نوعية الأكل مش الأكل، علشان كل في الأكل خير وبركة، الموضوع يكون إيه؟ واضح ومحدد وصريح. نوعية الأكل مش الأكل. أنا رجل أكل كل ما أحله الله. أنا زي يوسف، ما عنديش هزار. حسبي الله ونعم الوكيل. عارف قوم نمنم؟ أنا بقى قوم نمنم. حسبي الله. يا جماعة الناس دي بتاكل حاجات غريبة على فكرة. مش هقول لكم عليها. النشرة بتاعتنا بقت أمريكاني قوي قوي يعني. أو والله، وده لطيف بالمناسبة يعني، بنكسر مجموعة كده من التابوهات اللي ما كانش المفروض تبقى تابوهات. على كل إن احنا طولنا وطولنا على المشاهدين في الهزار عشان نزعلش. حلقة موفقة إن شاء الله. فأشكرك جدا يا حكمة، وأشكرك جدا يا رجائي، وكل أي حاجة رجائي أرجوك. حسبي الله ونعم الوكيل. استأذنكم نبدأ فقراتنا. شكرا.